البداية من التطورات في بريطانيا، فبعد 44 يوم فقط في منصبها، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالت لتصبح صاحبة أقصر فترة رئاسة حكومة في تاريخ بريطانيا، وهي للحقيقة من يوم ما استلمت وسلسلة أزمات بتعصف بحكومتها وهي صارعت لتواجهها وتتصدى لها، فتراجعت عن خطط اقتصادية جدلية واعتذرت عنها، ويعني حاولت جاهدة أنها ما توصل للاستقالة بس فشلت. ومن وقت الخبر، وغير أنه اسمها ترند طبعا، لكن المنصات بريطانيا وعالميا كمان مليانة تعليقات على الموضوع، وبصراحة السخرية كانت سيدة الموقف في كثير من التعليقات. لكن من دون شك ألطف تعليق كان تغريدة من حساب القط لاري كبير صائدي الفئران في مقر الحكومة البريطانية 10 داونينج ستريت. فلاري غرد وقال إنه الملك طلب مني أستلم الحكومة لأنه هذا الهراء اللي قاعد بيصير طول وزاد عن حده.